زوار ومتتبعو موقع جديد نيوز، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المهرجان ديال أولاد غانم، مهرجان أولاد غانم السنوي، النسخة ديالو الثانية تحت شعار الخيل والخير، اللي غادي نقوموا بعدة جولات عبر الصورة المتواجدة ونعرفوا بالمنطقة ونعرفوا بالصورة اللي كاينة ديال المنطقة اللي تابعة للمنطقة. معنا السي الحمداوي أحد الركائز في المنطقة اللي غيتكلم لنا على المهرجان السنوي ديال ولاد غانم. السي الحمداوي السلام عليكم. شي كلمة على المهرجان وعلى المهرجان هذا في النسخة الثانية، المسؤولين ديالو قايمين بالجد باش يكون أحسن من المهرجان الأول. كاين تطور في من المهرجان الأول للمهرجان الثاني، لا في العدد ديال الصربات ولا في العدد ديال الزوار. الصربات تقريبا كاينه شي 16 صربة اللي كاينه هذه المرة، كاينه من جميع الجهات ديال المغرب، وتنطلب الله على أنه هاد النسخة الثانية تكون أحسن من النسخة الأولى. معنا يونس البطاش الناطق الرسمي باسم مهرجان ولاد غانم اللي غيتكلم لينا حول المهرجان. وي اخوة الكرام، مرحبا بكم عندنا في النسخة الثانية من مهرجان ولاد غانم تحت شعار الخيل والخير. بهذه المناسبة كندعوكم مرحبا بكم مجددا وكنرحبوا بالحضور الكريم. هذه النسخة الثانية بغينا نجعلوها نسخة متميزة إن شاء الله، اللي كيشرف عليها رئيس الجماعة مولاي إدريس الزاهدي والأب ديالو رئيس المجلس الإقليمي محمد الزاهدي، اللي واقفين على قدم وساق لمدة تقريبا يعني ذوي الاختصاص، هما ناس بصراحة هما ناس مهنيين في الدوم، مهنيين ذوي الاختصاص، يعني الاختصاص لا في خيل ولا في كل شيء، يعني معروفين. وهذه بشهادة الجميع بأن درنا واحد الاستفتاء عن البارديه وعطونا واحد الصوره جميله على النسخه الاولى والنسخه الثانيه، لان اساس لان الناس مهنيين داروا واحد المجهودات يعني فايت المستوى، يعني تقريبا هي نسخة ثانية وتقريبا عرفت واحد النجاح كبير، واحد الصيت وطني كبير. ودليل على ذلك انك تشوفوا الحضور، تشوفوا الصربات، تشوفوا كاين صربات متميزين وكاين صربات في المستوى وكاين تنظيم، ما نقولوش في المستوى مي الناس غيقدروا كنشوفوا هذا العام حتى العنصر النسوي حاضر. كاين الصربة مثل في واحد الصربة ديال العنصر النسوي ومرحب بها صراحة، وهذا واجب خاص النساء يشاركوا في هذا التظاهر. وشكرا. ولي رئيس الجمعية الفلاحية المصدرين الطماطم والفلاحة اللي غيتكلم لنا على المهرجان، سي عبد الرزاق السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بالجريدة نيوز. حتى الجريدة نيوز معروفة في المنطقة، راه ديما كتواكب الفلاحة وتواكب التظاهرات اللي كيكونوا في المنطقة هنا، إلا هي زوينة كتواكبها، إلا هي خايبة كتواكبها. هذا المهرجان ديال ولاد غانم النسخة ديالو الثانية، الحمد لله عام على عام كتزيد يتحسن. هذا الشيء مزيان في البلاد، حيت المنطقة كانت كتعرف غير بزراعة الخضروات وتربية المواشي وداك الشيء، ولاو دابا هاد المواسم اللي كتنظم هنايا تقريبا. أنا كنشوف أول موسم، ثاني موسم هنا في ولاد غانم، فيه أنشطة ثقافية، أنشطة دينية، أنشطة تربوية، ولاو فيه حتى دوك التعاونيات اللي كيعرضوا دوك المنتوجات ديالهم بحال الزرابي بحال التعاونيات. يعني بغيتي تقول كاين تطور، كل سنة كاين تطور، كاين افكار جديده، كاين الحمد لله عام على عام كيجي داكشي كيتطور، لا من ناحيه التوريده، لا من ناحيه التنظيم، لا من ناحيه حتى الاطور اللي كتصار على هادشي. كاين واحد تحسن، كل مره كتكون شي حاجه جديده ان شاء الله. سي عبد الرزاق تبارك الله عليك، انت راه ابن الدار ابن الموقع، يعني تبارك الله عليك، وفرصه سعيده تلاقينا بك في المهرجان ديال ولاد غانم ونشوفوك. شكرا على سعه الصدر ديالك، الله يحفظك سي عبد الرزاق. معنا وكيل أمانة زين الدين الضلف اللي غيتكلم لينا على المهرجان ديال ولاد غانم. سي زين الدين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شي كلمة في حق المهرجان. شكرا أستاذ، مرحبا بجريدة الجديدة نيوز لهذا اللقاء. وكيل سلف مؤسسة الأمانة بمنطقة ولاد غانم، من طبيعة الحال الوكالة ديالنا والمؤسسة ديالنا حاضرة في مهرجان الخيل والخير في نسخته الثانية.
حاضرة في إطار سياسة القرب اللي كتنهجها المؤسسة دائما قريبة من المواطن المحلي. هي مؤسسة من طبيعة الحال كتعتمد على تمويل التمويلات الصغرى، كتمول جميع المقاولات الصغرى المحلية بقروض جماعية قروض فردية. يعني كنشوفوا في هذه النسخة الثانية ديال المهرجان كاين واحد التطور ملحوظ بحال بالنسبة للصناعة التقليدية، بالنسبة لكم انتم كحاطين الوكالة ديالكم هنايا، يعني تكلمينا على الفكرة كيفاش، واش ناقشتوا هذا الشيء من قبل؟ من طبيعة الحال بحكم أن المؤسسة كتواجد منذ 2005 في المنطقة، ومادام المهرجان يعني هو مهرجان داخل في المنطقة ديالنا، يعني المؤسسة خاصها تكون حاضرة حتى هي بالخدمات ديالها، لأن الخدمات ديالها هي تمويلية، والفرصة هي هذه مادام حاضرين كاين تعاونيات، كاينين أنشطة، كاين مقاولات، يعني المؤسسة دائما خاصها تكون حاضرة مثل هذه المناسبات. سي زين الدين تبارك الله عليك، تنشكر. معنا حكمة طيبيز نائبة الرئيس اللي غتكلم لينا على المهرجان في نسخته الثانية، شي كلمة الأخت. شكرا. أولا هذا المهرجان هذا في النسخة ديالو الثانية، وهي نسخة أكيد أنها يعني ماشي هي النسخة الأولى، لأنها أكيد فيها الجديد وفيها مجموعة من يعني من العروض اللي ما كانوش في النسخة الأولى. يعني هذا المهرجان كان عنده واحد الخاصية ديال الحفاظ على الموروث الثقافي، وهو الاسم ديالو كيدل عليه، مهرجان الخيل والخير يعني كيدل عليه. وكذلك كاين الصناعة التقليدية اللي تشوفوا معنا مثلا الجلابة الدكالية والزربية الدكالية، يعني حاولنا في هذا المهرجان أننا نحافظوا على الموروث الثقافي الدكالة ولاد غانم خاصة. ونتمنوا إن شاء الله أن هذا المهرجان يستمر، وإن شاء الله هذا الشيء كامل كيعود سواء السيد الرئيس السي الزاهدي، كذلك رئيس المجلس الإقليمي، السادة الأعضاء من النواب من المجلس الجماعي. ونتمنى إن شاء الله يكون أكيد من هاد الناس اللي ساهموا بهذا الخير هذا وهذا الخير ديال الكسكسو، يعني المنطقة كاملة. شكرا. بائع السمك بولاد غانم، الاسم الكريم عبد المولى. اخويا عبد المولى تكلم لنا شويه على المنطقه، وتكلم لنا على المهرجان. المهرجان اخويا هذا المهرجان الثاني دوره ديالو في العام الثاني ديالو، والمهرجان زوين، كيجيو ليه زوار من جميع المناطق قريب البحر ومنطقه سياحيه وزوينه بزاف. يعني اش كتقول للزوار والمشاهدين الكرام، شي كلمه للمشاهدين؟ مرحبا بكم جميعا في هذا المهرجان اللي الدوره ديالو الثانيه، ومرحبا المره الجايه ان شاء الله جيو تاكلوا السردي. مرحبا بكم. ها شويه، ها مو شويه، شي كلمه مو شويه. مرحبا بكم عندنا في الجمعه ديال ولاد غانم، الموسم ولاد غانم. تبارك الله عليك، شي كلمه للمشاهدين اش تقول لهم؟ المشاهدين كنقولوا لهم مرحبا بكم كل عام عندنا هنا في جمعه ولاد غانم. ديال المركز ديال الاسعافات الاولويه اللي قاموا بمجهودات جباره في هذا المهرجان هذا، كنشكروهم. دكتور تنشكروك على المجهودات ديالك، تبارك الله عليكم. اخوات تما راه قاموا بمجهود جبار اليوم، تبارك الله. الاخت راعيات من الصباح وهي، تبارك الله عليك. اذا مشاهدينا الكرام نستودعكم الله، والى فرصه قادمه ان شاء الله.